عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا فيديو النهارده هيكون عن حموم الحمام. احنا حمينا بصوا الجوز الكشكي دوت اهو، حميناهم وانا هوريكم الطريقة بتاعت الحموم للحمام هتبقى عاملة ازاي. بس قبل اي حاجة يعني عشان خاطر تكون مطمن ان انت تعمل الطريقة دي وما يحصلش ضرر على الزغليل او الاهالي او اي حاجة، فانت كمل فيديو النهارده لغايه الاخر عشان خاطر تفهم وتعرف. طبعا احنا عندنا الجوز دوت، الجوز دوت قاعد على زغليل او قاعد على بيض، ما ينفعش تقومه وتقوله تعالى استحمى معايا، لا ما ينفعش الكلام ده. زي دول مثلا كده ممكن ماشي، احنا هنحميهم وساعتها هنحطهم في السلاكة، بس هنحط كل جوز لوحده ونحمي مثلا نحطه فوق هنا كل جوز لوحده. تمام، نخش بقى على الجزء اللي بعده كده اللي احنا هنحميه. نخش على مين؟ في عندنا باكستانيين هنحمي ان شاء الله او كركنديات. نبدا نخش على الكركندي على طول؟ لا لا خليهم باكستانيين. طب نثبت بقى الكاميرا. طبعا ايه المنطق معانا؟ احنا جبنا ليمون، جبنا ليمونه وعصرناها وخل وملح. طبعا نحط ايه كميه كتيره من الخل والملح عشان خاطر يطهر الفرد، وعشان خاطر برضو يا جماعة الحمام السوس اللي هو الحشرات اللي فيه تروح. تمام، انا اثبت بس هنا الكاميرا، بسم الله الرحمن الرحيم، اثبتها وارجع لكم. طبعا انت هتمسكها بالمسكة دي، هي طبعا نتاية اهي، هتمسكها بالمسكة دي كده وهتبدأ ان انت تدخل ديلها وتبدأ ان انت تنظف ديلها كده. بصوا ان انت تنضف ديلها بايدك التانية واحدة واحدة بس مع النتاية عشان هي ما تفهمش برضو انت بتعمل ايه ولا بتعمل ايه. برضو هنا كده بالراحة عشان النتاية ما تكونش ليها ضرر ولا اي حاجة، كنت متعامل بذكاء. تبدأ ان انت تنزل الجناح برضو بالراحة، تعامل بذكاء كده. احنا برضو عملنا الجناح بس هنعمله تاني. تبدأ ان انت تصفيها. تمام، بعد كده تبدأ ان انت ايه تعمل كده، تمسك رقبتها عشان خاطر ما يجيلهاش المية لغاية رقبتها. تعمل كده ترفع رقبتها لفوق كده زي ما احنا ما شايفين. نبدا ان انت تصفي ديلها كده او جناحها، وبعد كده تحطها كده. وبعد كده نجيب اللي بعدها، احنا حطيناها في عش ما فيهاش ولا اكل ولا ميه وفاضيه زي الجوز البناي ده. نجيب ده الدكر بقى. طبعا الدكر اهو، نجيب برضو جناحه طبعا. يا مش في ما يبقاش في اي ضرر عند الحمام لو انت يعني بصوا ما تجيبوش وشه على قد ما تقدروا. حاولوا على قد ما تقدروا ما تدخلوش وش الحمام عشان ممكن عينه او مناخيره او بقه ما يعرفوش يتنفسوا منه، يعني يجيلهم احتقان حاجات زي دي. تمام، بننضفه كويس جدا وبندخله برضو مع النتايه. يا دوبك بس الحمام يتنشف وهتلاقي بصوا ما فيهوش عنده حشرات ولا اي ميكروب. طبعا احنا لو احنا كده ما عندناش مكان نحط فيه الحمام غير البناي ده لو نشف، هنجيب القص الكركان دي مكانه. تمام، فانا هوريكم دلوقتي بقى ايه الحمام هو عامل ايه. ثانيه،
بسم الله. احنا كده بقى حمينا الجزء ده من بقى من قبل من قبل اسمه ده الباكستانيين، فان شاء الله لو نشف في اسرع وقت هندخل الجزء التاني اللي هو ايه الكركندي، ولما بقى الزغلل التانية دي تكبر اللي هي الزغلل اللي هي بتاعت الجمعيات هنبقى نحمي الجمعيات. نشوف بس ايه نشافه كده، ومفروض نشافه في ساعة زمن كده، فانا عايزهم بس ايه يتصفوا، بس مش اللي هما ينشافوا احسن حاجة، لا انا دوبك بس انا بحطهم هنا يتصفوا من المية اللي بتنزل منهم، وبعد كده هندخلهم ايه مع زغلهم عادي. تمام، هنصور لكم بقى كده عند العشة. بسم الله هوريكم واحنا بندخلهم برضو هيعملوا ايه في العشة بتاعتهم. بسم الله، هي دي العين بتاعتهم، هنجيب الجوز وهنجيلكم. طبعا هو الذكر لحق ينشف، بس مش اللي هو احسن حاجه، بس نشف مع يعني انا اوريكم برضو ايه، مش هتلاقي برضو ولا حشره ولا اي حاجه، الحشرات اللي فيها تموت وتاني يوم هتلاقيها مشت. تمام، ندخله بقى وهنجيب النتايه ونرجع لكم. برضو نفس الكلام، النتاية برضو نشفت وما بقاش فيها اي ضرر ولا اي حاجة، والحشرات اللي كانت فيها كده. احنا نشفنا برضو النتاية على قد ما نقدر، ندخلها بقى على الزغال عادي، اهم حاجة بس تكون صفت في العش، وندخلها عند الحمام عادي. تمام، نخش بقى على الجزء اللي هو كركندي. نثبت بس الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء الكركندي ده هيبقى عافي جدا جدا، فاحنا مش عارفين احنا نتعامل معاه ازاي، بس هنسيبها على ربنا. يلا بينا. بسم الله، هي النتايه طبعا مش هتعرف تتعافى، لكن الذكر هو اللي عافي ما شاء الله. بس بسم الله. ها نشفوا برضو النتاية، وتدخلوها العشة مش بتاعتها تكون فاضية، يا دوبك بس تنشف فيها مش اكتر. نجيب دكرها يا معلم، بس دكرها ده هيكون يعني مش عارفين هنمسكه ازاي اصلا، هيتعافى علينا، بس يلا سيبها على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والذكر عافي جدا، بس يلا الذكر ده اصلا كان مسوس جامد قوي في ديله، فانتوا هتعملوا على قد ما تقدروا، بس ما تدخلوش دماغه ما تلمسهاش الميه. ندخلوا النتاية، ما خدش في ايدينا دقيقة الجوز دوت برضو. تمام، احنا كده عملنا 3 جوازة، اول جوز اللي هو البنادي ونشف بسرعة، البنادي والكشك، تاني جوز الباكستاني ونشف برضو وقوله بسرعة، تالت جوز بقى الكركندي وعملناه ولسه بقى ما نشفش عشان احنا عملناه جامد جدا، وهنخش بقى يعني مفيش كده جواز تانية ينفع تتعمل، اما ان شاء الله هنحمي حمام تاني هنبقى نصور لكم بكره. تمام، احنا كده برضو نوريكم الحمام وهو يعني انا بصوا اصلا حاطه في السلكه دي،
هنصور لكم برضو بالموبايل ونوريكم الحمام عامل ايه. تمام، الحمام بعد كده مش هتلاقيه بيهرش ولا يعرف اصلا، السوس ده مش هتلاقيه في جناحه تاني. بس اول حاجة انت هتصبر عليه يوم عشان خاطر السوس ده يكون مش مات من جناحه خالص. هو طبعا عايشين بريحة التوم والخل، والتوم والخل والليمون والملح، فهيمشي من فرد الحمام. والنتيجة طبعا قربت تحس ان شاء الله يا رب تحس. بس اهي الرقده في البياضه كده تعرف انه يتحس. ادي الجزء ده نشف، هندخله برضو للحمام. هو الحمام طبعا هتلاقيه مثلا بيسهل منك، فما تقلقش لو الحمام سهل، ما تقلقش هتلاقيه تاني يوم متعالج. ليه؟ لان هو اول مره دخل على الميه على طول. انت دلوقتي يعني بقالك كتير ما استحمتش، ومره واحده الميه الساقعه جت عليك، فانت لازم تقلق وتخاف وكده. بس ان شاء الله ما فيهاش اي ضرر ولا اي حاجه. فاحنا هندخل دلوقتي الجزء الباكستانيين، نثبت بس الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نعمل اي حاجه لازم نسمي الله برده يا جماعه، ونتقي ربنا. شيل الحاجه اللي تكون معانا تكون ايه ما يحصلش فيها اي حاجه وكده. تمام، هذه العيش بسم الله، ونجيب الجوز ونوريكم. الباب ده طبعا معزلق جدا، فانا هحاول اعمله. طبعا ده الذكر اهو، شوف برضو ايه مفيش في جناحه ايه حشرات ولا اي حاجه. طبعا النتايه كذلك ما فيهاش اي حشرات ولا اي حاجه. الجوز دخل على العين بتاعته وحافظها، وطبعا خلى القبلق قاعد يزوم عليه يقول مين في حد غريب كده. بس بينا بس انا اعلمكم برضو حاجه، لو لقيتوها في الحمام عندكم لازم تشيلوها في اسرع وقت، عشان الحمام ممكن يبلعها وتقف في زوره. الريشه بتاعت الحمام، الريشه بتاعت الحمام دي بتبقى عند بقه كده. بصوا لو انت مشلتهاش كده اللي هي دي تدخل في بقه وتقف في زوره، ما يعرفش يطلعها تاني، وهتلاقيه عمال بيعطس وفتح بقه، وانت هتقول عنده ده برد، ده هيموت. فاعملوا اللي انا بقول لكم عليه ده. فالمهم ايه بقى، ندخل برده الكركنديات. الكركنديات طبعا الستاند مش هيطول، فهنوقفه على حاجه. طبعا هي دي العشه اللي هي على اليمين اللي احنا هندخل فيها الجوز. فبينا بقى نجيب الجوز. انا خايف والله الموبايل يقع عشان انا مثبته ايه ممكن يعمل هوا. يلا بينا، انا خايف على الموبايل والله. ماشي، ادي الذكر. خش بابا، بس كده احنا نكون دخلنا الحمام. نشيل بس الستاند ده من الموبايل بسم الله، نحط بقى الستاند ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل المخدات اللي احنا كنا بنصور بيها دي عبال ما نجيب ستاند. بس يا جماعه كده بقى احنا شفنا الحمام عمل ايه اول ما دخل العشه. يعني بصوا مفيش هرش، مفيش هرش عند الحمام. الحمام دخل حاسس ان هو منتعش كده، والحشرات اللي كانت فيه راحت. عامل كده زي الواد اللي هو ما بقاله كتير ما بيستحماش واستحمى، فاهمين؟ هو زي كده. تمام كده برضو ايه مفيش اي ضرر على الزغاليل ولا اي حاجه. والنتيجه دي يا رب تحصي، ادعوا لها بس يا جماعه تحصي على خير. ودي الذكر والنتاية كشك، هياكلوا بقى الزغلول مفيش اي ضرر. برضو هوريكم الزغلول.
الزغلول الكوش كده للبيع بستين جنيه كشك كتفات. بس بقول لكم ايه يعني، انا مش يعني مش هجيب لكم حاجه وحشه، انا هجيب لكم حاجه نظيفه وحلوه. ثانيه هوريكم بس الزغلول. الزغلول كشك بيعافر من هو صغير، يعني انت هتاخده هتنش فكك من لك ايه ده ملطش ملطش. فين ده؟ فين؟ مفيش غير وشه ايه زي سيمبا كده. 60 جنيه، ولما يكبر طبعا، هو مش دلوقتي، او انت لو تاخدوه دلوقتي هتاخدوه 40-50 جنيه. تمام. اهو الفرد. تمام. ما شاء الله يا جماعه بجد ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب، ولصاحب نصيبهم، لصاحب نصيبه واللي عايز يشتري يكلمني خاص، بسيب رقم تليفوني للي هيكتب لي تعليقات ويقول لي هات رقم تليفونك، هديله رقم تليفوني وايه يا معلم، وهنتكلم على الفرد ده وهنبيعه. تمام. هو طبعا فيه واخد يعني نص ديله من هنا ونص ديله من هنا، من نص ابيض ومن الجناب ايه ازرق جمعية، ما شاء الله يعني عليه، بينط برضو من مسافات، فرد حلو يعني. بص اصل المسافة بينه كده لسه صغير، لما يجي ينط من حتة قد دي كده يبقى حلو قوي. فاحنا برضو بندربه بنعلمه يعني ينشف كده ورجله تكون ناشفة كده ويكون حلو، فاهمني؟ ما شاء الله ما عندوش ولا كساح ولا اي حاجة في رجله، فرد حمام سليم، واللي عايز يشتريه يكلمني خاص على التعليقات. تمام. اهو الفرد، يلا بينا بقى نعمل ايه، ناخده صورة لليوتيوب. بس ناخد صورة كمان عشان دي طلعت وحشة. ايه البتاع مش عايز يثبت ولا ثانية؟ اوضح بس الكاميرا بس كده. ندخله بقى لأمه وأبوه عشان بقاله ما شافش بتاع ربع دقيقة ما شافش أمه وأبوه، فندخله عند أمه وأبوه بقى. وحشو ام وابوه بقى اصلي، يخش ياكل منهم شويه. تمام. والميه اللي انت هتكونوا نضفتوا بيها الحمام دي ترموها تحت العش، طبعا هيكون فيها ايه، هيكون فيها الحمام استحمى وخل وليمون، وهتبقى نضيفه برضو لو في حشرات تحت العشه، والباقي الاخر ده ايه زبل، فتيه ترميه هنا كده في حته ثانيه خالص. وبس ده يكون فيديو النهارده، ولسه لسه جديد في القناه انزل دلوقتي واشترك وبس يا صاحبي. انا عايزك بس اللي انت تقدر عليه تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه وتكتب لي تعليق حلو من قلبك بس، سلام. ولو انت كملت لغايه اخر الفيديو انزل اكتب لي دلوقتي تم عشان اعرف كم واحد دخل لي لغايه اخر الفيديو بس، سلام.